السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام وخصوصا مرضى الأورام. موضوع اليوم الذي سوف أتحدث فيه سوف يكون حول متلازمة اليد والقدم. طبعا هذه المتلازمة تحصل للمرضى الذين يتلقون بعض الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية. طبعا هذه المتلازمة تبدأ أولا باحمرار باليدين، إحساس بالسخونة في اليدين والقدمين، ثم تتطور إلى كحروق الشمس، ثم التسلخ وتشقق للجلد وحصول جروح باليد، وبالأخير لا تستطيع المشي على قدميك، وأيضا لا تستطيع استخدام يدك. طبعا هذه المتلازمة تحصل للمرضى الذين يتلقون بعض الأدوية مثل الكابيسيتابين اللي هو الزلودة معروف، وأيضا علاج ليبوسومال دكسروبسين، وأيضا علاج الفايف فيو، أيضا دواء باكليتكسول ودوسيتكسول. هذه بالنسبة للأدوية الكيماوية. أما الأدوية الموجهة أو المناعية التي تسببها، فأغلب شيء الذي نستخدمه هو علاج السوتنت أو الستنيب، أيضا النكسيفار. كيف نتجنب هذه المتلازمة خصوصا لدى النساء تكثر لسبب استخدام بعض هذه الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية من قبل النساء؟ أولا تجنب استخدام أي ماء ساخن على اليدين أو القدمين، وحاول أن تستخدم كل شيء بارد. ثانيا استخدم الكمادات الباردة أو حتى الثلج، بس لا تضع الثلج مباشرة على اليدين، أن تكون داخل قربة أو تكون داخل أي شيء أو من فوق قماش أو قطن. امتنع عن استخدام أي شيء ساخن مثل أن تذهب إلى حمام ساخن سونا أو حمام طبيعي، هذا ممنوع على المريض إذا كان يستخدم هذه الأدوية. أيضا على المريض ألا يقوم بعمل يعمل ضغط على اليدين أو الأقدام مثل لعب كرة قدم، أيضا لا يقوم أيضا بتقطيع أي شيء مثل تقطيع بالسكين، وكذلك أيضا بعض الأعمال التي تحتاج إلى كحت أو إلى احتكاك باليدين لا يقوم بها، المفروض لا يقوم بها المريض لأنها قد تسبب تسلخ الجلد وقد تعمل له مشاكل أيضا كثيرة. أيضا لا يجب على المريض أن لا يمشي حافيا، وأن يلبس على الأقل صندل حتى ولو كان داخل البيت، أو يلبس جوارب أو شرابات ثخينة. أيضا نستخدم المراهم التي يصفها الطبيب، ويفضل أن تحتوي على الأسبرين أو حمض السلسليك، يعتبر من أفضل الأشياء. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أو يفضل أن يستخدمها المريض هو أن يخلط 100 حبة أسبرين، أن يطحنها ويقوم بخلطها بالفازلين، ثم يقوم بدهن برفق لليدين والقدمين. أيضا استخدام فيتامين إي، كبسول الصباح وكبسول الليل، فقد وجدت الدراسة اليابانية أن ذلك كان له تأثير جدا رهيب، ومنعت في 98% من حصول هذه المتلازمة من تسلخ الجلد ومن أيضا تقشر الجلد في اليدين والقدمين عند استخدام هذه الأدوية. هذا ما ننصح به، وبالأخير أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم مني جزيل الشكر. مشاهدين الكرام اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.